السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتابع درس النصوص بتحليل نص كفالة الشعب ضمن مجزوءات قيم إنسانية في الشعر العربي. القيمة المدرجة في هذا النص هي قيمة التضامن. بعد أن قمنا بملاحظة النص وشرح أفكاره، ننتقل في هذا الجزء إلى تحليل النص وتركيبه. عناصر تحليل النص، إذا شئتم أن نذكركم بالنص، هو هذا كفالة الشعب. إذن عناصر التحليل: واحد، الدلالة، مستوى الأول مستوى الدلالة يعني مناقشة الأفكار والمضامين، مستوى الثاني اللغة يعني الحقول الدلالية، وعلى خطوها البناء يعني طريقة بناء النص، ثانيا الإيقاع، وسنرى بأن هذا النص يمكن الربط فيه بين البناء وبين الإيقاع. الإيقاع هو الجانب الموسيقي والتكرارات الموجودة في النص. ثم لدينا الأسلوب، في الأسلوب سنتعرف على ميزة أساسية في الشعر، وهو التصوير، من خلال بعض الصور، من خلال الأوصاف الموجودة في النص. ثم بما أنه تلاحظون أنه نص إبداعي وليس نصا حجاجيا، سنجد بأن ثمة أساليب للإنشاء الطلبي التي تعبر عن الانفعالات وعن الرغبات وعن الطلبات. فإذا كان أساليب الإنشاء الطلبي أو أساليب الإنشاء عامة تقل في النصوص الحجاجية، فإنها تكثر وتوجد في النصوص الإبداعية. ثم المستوى الآخر هو مستوى التواصل، باعتبار أن هذا النص هو رسالة للمرسلين إلى مرسلين إليه. سنناقش الدلالة. يبرز في النص بعد تاريخي. إذا عدنا إلى النص سنجد: يا شعب هامت في مجده الهمم، يا شعب هامت في مجده الهمم، جاءت إليه وفود النصر تزدحم. هامت، جاءت في الماضي. إذا رنا نحو آمال إلى غريدك، ينير ضرب العلا إن لفه غلص وحاولت طمسه الأوهام. إذا دعاه إلى التحرير يعني سيتحدث عن الجانب التاريخي. سل المسيرة، والمسيرة هو حدث تاريخي، ملحمة لم يشهدها تاريخ المغرب ولا مجموعة من الدول. سل المسيرة والتاريخ يشهد لها. إذن سنرى بأن في النص بعد تاريخي بالتركيز على بطولة المغرب، وبالتركيز بشكل واضح وبين وجلي على حدث المسيرة الخضراء سنة 1975، وهو حدث عالمي ودولي، وقد كانت مثالا للانتصار والالتحام الشعب بملكه، حيث كما يقول لنا النص: استجاب الشعب لنداء ملكه، إذا دعاه إلى التحرير عاهله ملكه استجاب له. في النص علاقة وطيدة كما نجد في النص. إذا كنا في المستوى الأول الجانب التاريخي، نجد في النص علاقة وطيدة بين عزة الشعب وبين التضامن. سنرى بأن هذا التضامن ليس مساعدة اجتماعية فحسب، يعني سوف لن نتكفل بأبناء الشهداء، ولكن كما سنرى في البيت الأخير، تضامن الشعب عنوان لعزته. لن يسقط الشعب ما دامت له همم، لن يسقط بمعنى سيبقى متحدا متماسكا
إلى غير ذلك. إذن هذا التضامن هو عنوان للعزة. إذن هذا التماسك، تماسك المجتمع، ماذا سيفعل؟ سيجعله تماسك المجتمع سيجعله جسدا واحدا وبنيانا مرصوصا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إذن هذا تماسك المجتمع ماذا يفعل؟ ماذا إلى ماذا يؤدي؟ قلنا التضامن إلى تماسك المجتمع، إلى الرفع من شأنه، عنوان عزته، ويقوي عزيمته. إذا أردنا أن نصل إلى خلاصة هنا، أن نصل إلى خلاصة، سنرى بأنه انطلاقا مما سبق يمكن أن نقول، انطلاقا من كل ما سبق يمكن أن نقول بأن للنص مغزى، مغزى بعد وغرض، مغزى يتمثل وهدف، مغزى يتمثل في دفع القارئ إلى الارتباط بوطنه. فهذا الوطن، هذا المغرب، هو مجد، تاريخ مجد وانتصارات وبطولات، وهو كذلك ملتقى، ملتقى إرادات، وكذلك مجال للتضامن وللعزة. إذن يمكن القول إن النص مغزى يتمثل في دفع القارئ إلى ارتباط بوطنه المغرب والاعتزاز بالانتماء إليه، وعليه يمكن تصنيفه قصيدة وطنية. إذن سنجد بأن من أبرز بعد في النص هو البعد الوطني لهذا النص، وكثير من نصوص شاعرنا هذا كانت ذا بعد وطني. ننتقل إلى تحليل اللغة. إذن بعد تحليل المضمون ركزنا على يعني على أبعاد النص، الآن سننتقل إلى الحقول الدلالية. كما نقول دائما أن النص لا يتواجد فيه ولا يتعايش فيه أو يتصارع فيه حقلان فقط، ولكن سنجد معجم النص وكلماته تمتح من حقول مختلفة، ولكن أبرز الحقول الموجودة هنا في معجم النص وألفاظه هو حقل التاريخ وحقل الوطن وحقل التضامن. وسنجد هنا بأن ارتباطا وثيقا بين التاريخ والوطن دائما كعادتنا في التحليل وكعادة أسئلة امتحانات الجهوية يتم التركيز على حقلين. هذا الحقلين مطلوبان هنا والبارزان أكثر من غيرهما، وحقل الوطن وحقل التضامن. في حقل الوطن نجد بأنه يضم مختلف الألفاظ والعبارات التي تدل على المغرب، على الوطن المغرب، الأرض المغربية، البلاد المغرب، كل ما يدل على المغرب وما يرتبط به، يعني كل ما يدل على هذا المكان، على هذا الفضاء، على هذا المحيط الجغرافي وما يرتبط به، أناس وغيرهم. سنجد شعب المياه، شعب هنا شاعر يخاطب شعب المغرب، يا شعب مجده، هذه تدل على المغرب، له همم وفود النصر جاءت إليه، المسيرة، المسيرة لا نعني بها كحدث فقط، ولكن كأناس كشعب يعني انطلق في وحدة وفي مسيرة كبرى وفودا وجماعات من مختلف المناطق إلى جزء من هذا الوطن الحبيب الكبير وهو المغرب، لإثبات بأن هذه المسيرة بغرض تحرير جزء من هذه البلاد، ولذلك كان التحرير هي تحرير منطقة ومكان في هذا الوطن. تاريخ كذلك نجد بأن هناك هذا التاريخ خاص بالمغرب، المغرب الأقصى، تعرفون كما في يعني التعاريف السابقة القديمة وقد رأيتم ذلك في درس التاريخ، بأن بلاد المغرب قسمت إلى، هناك أسماء المغرب الكبير كما نجدها في بعض التعابير الأمازيغية، وهناك تقسيم المغرب
الأدنى والمغرب الأوسط. هذا الأدنى نسبة لدنوه من الشرق، الأدنى الأوسط الأقصى. فما هي البلدان التي تتجاور هنا؟ سنجد بأنه تونس، المغرب الأدنى كان يسمى تونس المغربية، والأوسط الجزائر، والأقصى هو المملكة المغرب المسمى بالمملكة المغربية، وقد كانت موريتانيا فيما مضى جزءا منه قبل سنة 1962. إذن المغرب الأقصى هو هذه الكلمة، عفوا هذه العبارة دل على المغرب، صحراء هنا وحدتنا إلى غير ذلك. هذا إذن كل الكلمات الدالة على الوطني المغربي. ننتقل إلى حقل التضامن، سنجد بأن هذا الحقل يضم ويشمل كلمات وعبارات. هذه الكلمات والعبارات ما يدل على العون والمساعدة وعلى الاحتضان وعلى التكفل وعلى التضحية، كلها تضامن وكلها أوجه للتضامن، وجه من أوجه التضامن. ولذلك رأينا في النص واستخرجنا منه الألفاظ والعبارة الثانية: إحسان، الكرم، جود، الجود والكرم، جد من الجود، اليتامى محتاجين إلى تضامن. ولدلهما يعني أنه صار الشعب، إذا أردنا أن ننتقل إلى النص سنرى، فأصبح الشعب طرا قاطبة كاملا والدا لهم لهؤلاء الشهداء، طرا لهم قدموا أرواحهم، التضحية قدموا أرواحهم كرما، الأبوة يعني هم آباء لأبناء في حاجة إليهم، في آباء ليساعدهم، صون بنوتها يعني على الشعب أن يصون هؤلاء الأبناء ويساعدهم من أجل حمايتهم. تضامن هنا كلمة صريحة وواضحة، تضامن، والتضامن جاء مرلفا ومضافا إلى الشعب، الفداء كذلك، التضحية وغيره. إذن هذا هو حقل التضامن. ننتقل الآن إلى العلاقة بين الحقلين. غالبا نجد بأنهما حقلان متجاوران، فلا يمكن أن يكون يعني الوطن وأبناؤه، ونجد بأن حقل التضامن بين الأبناء ستربطهما علاقة تضاد، ولكن العلاقة الرابطة هنا هي علاقة ترابط. ما هو هذا الترابط؟ نجده في شكل تكامل، حيث أن حقل التكافل يكمل الوطنية، فلا يمكن أن تكتمل عزة الوطن كما سنجد إذا عدنا إلى النص. تضامن الشعب عنوان عزته، إذن هناك ارتباط بين التضامن والعزة، بمعنى سوف لن تكتمل عزة هذا الشعب دون تضامن فئته وشعبه. إذن العلاقة الرابطة هي علاقة ترابط وتكامل، إذا أردنا أن نشرحها سنقول: فلا تكتمل عزة الوطن بلا تكافل الشعب، كما أن التكافل والتآزر علامة وحدة وتماسك، علامة وحدة وتماسك الشعب، وهما سلوكان يعبران عن تطبيق عملي، تطبيق عملي يعني نهج سلوك نراه ملموسا، وتطبيق عملي لقيمة التضامن، وهي قيمة إنسانية. بعد الحقول ننتقل إلى البناء. سنعود إلى النص لتلاحظوا هذه الطريقة كيف بني النص. تجدون بأنه مرقما، هذا رقم واحد يعني ماذا؟ يعني بيت أول، بيت جوج، بيت ثلاثة، إلى أربعة، يعني نقول بأن القصيدة تنتظم في أربعة عشر بيتا. إذن يسمى هذا بنظام الأبيات،
بنظام الأبيات. ونظام الأبيات هو نظام يدخل ضمن الشعر العمودي. إذن فالقصيدة عمودية. القصيدة هنا قلنا قصيدة عمودية. إذن تنتظم في أبيات. ما هو البيت؟ تلاحظون بأن البيت يتكون من شطرين. هذا يسمى الصدر، الصدر الواجهة، وهذا العجز أو الخف. يعني يسمى هذا هذو المصراعين، هذا شطر أول وهذا شطر ثاني. شطر واحد، شطر جوج، الشطر الأول والشطر الثاني. إذن أين البيت؟ البيت هو هذا، هو المكون من شطرين. هذا بيت. هذه طريقة عمودية. إذن طريقة البناء هي طريقة قديمة تقليدية، هي طريقة تسمى بطريقة عمودية نسبة إلى عمودي الشعر. إذا رحيتم إذن هذه الطريقة كيف انطلاقا من شكل النصي حتى من الناحية البصرية. إذا رأينا هناك فرقا بين شطرين وشطر، وسنرى هذه الطريقة الموجودة في الشعر القديم بعد أن ننتقل إلى الإيقاع، سواء كان بصريا أو غيره. إذن ستلاحظون بأن الشعر عمودي، بأن هذا النص شعر عمودي. بما أنه شعر عمودي قد انتظم في أبيات كما رأينا. البيت قلنا يتكون من شطر أحد من اليمين واليسار، ثم نجد بأن كل بيت مستقل بمعناه، يعني أن الجملة تنتهي بانتهاء البيت وليس كما نرى في الشعر الحديث. هذا في الغالب. ولكل بيت مثلا نجد فكرة: يا شعب هامت في مجده الهمم. حتى الشطر الأول سنجد بأن هناك معنى مستقل، انتهت الجملة، معنى تحققت الفائدة. جاءت إليه وفود النصر تزدحم. هذه مرتبطة بهذا، ولكن لا يمكن أن يعني أن ننتظر تتمة الجملة في البيت الذي يليه. وهذه من خصائص الشعر العمودي، أحيانا نجد بالبيت المدور أو الشطر المدور إلى غير ذلك. إذن سنجد قلنا انتظام في بيتين في شطرين، وكل شطرين كذا، وكل بيت مستقل بمعنى. لذلك يمكن أن نضع فكرة لكل بيت كما ستلاحظون. ستلاحظون كذلك بأن كل بيت ينتهي بنفس الحرف. كل بيت ينتهي بنفس الحرف. يزدحم، كرم، وسنلاحظ بأن دمو طويلة كما سنرى في تحليل الإيقاع. المهم ما يهمنا الآن هو حرف الميم، وهذه ضرورية إذن في الشعر العمودي. هذه الطريقة ضرورية. إذن الشاعر إذا نظم قصيدته عموديا فلا بد له أن ينضبط لهذا الإطار وأن يختار حرفا تنتهي به هاته القصيدة. ننتقل إلى الإيقاع. قلنا لكم بأن شكل القصيدة وبناءها ذو بعد إيقاعي فيما سبق. كيف ذلك؟ أولا علينا أن نعرف الإيقاع. يمكن القول عن الإيقاع باختصار حتى لا ندخلكم في متاهة الاصطلاحات، أن الإيقاع هو كل ما يتكرر. الإيقاع هو تكرارات. هذه التكرارات قد تكون أصواتا يعني حروف، فتسمى بأنه إيقاع صوتي، وقد تكون كلمات فيسمى إيقاع لغوي، وقد تكون جمل فيسمى إيقاع أسلوبي، وقد تكون مثلا كلمة أوزان، أوزان صرفية، وزن كاتب، رائد، إلى غير ذلك، على وزن مثلا وزن معين. إذن وزني فيكون صرفيا. وقد تكون هناك تكرار مجموعة من التفاعيل أو الإيقاعات فيعتبر إيقاعا موسيقيا.
إذن إيقاع أسلوبي أو تركيبي إلى إذن كلما تكررت قد تتكرر الجملة يعني طريقة بنائها مبتدأ الخبر يتكرر بنفس الطريقة أو بنفس الجملة الفعل الفاعل مفعول به بنفس الطريقة تسمى أسلوبي. إذن سنرى حتى لا ندخلكم في هذه المتاهة ما هي بعض العلامات التكرارية أو التي تبين بأن هناك تكرار. سنرى بأن النص للنص إيقاع بصري سنعود إليه. إذا نظرت إلى النص ستجد بأين عينك تنتقل من بيت إلى آخر بنفس الطريقة وبنفس السرعة، يعني أن حتى هذا الرسم المكاني هنا يعني رسم هذه الأشطر على الورقة التي نقرأها يعني تقريبا في نفس المدة، يعني هناك علاقة بين البصري وبين الوقت أي بين الرسم المكاني، يعني الرسم يعني الشكل يعني المنظر يعني ما تراه العين، فالعين تنتقل على نفس المسافة في نفس المدة. هذا الشكل البصري في نظام الأبيات وكذلك في تكرار هذا الميم حتى هو بصري نراه. يعني إذن هناك إيقاع بصري يعني أن صورة النص تنتقل عبرها عين القارئ يعني عبر البناء وشكل أن الإيقاع الخارجي. الإيقاع الخارجي هو التكرارات التي لا يراها القارئ ولا تظهر في النص لا في لغته ولا في شكله. جيد. الشعر العمودي والشعر القديم فيه تكرارات، نحن سوف لن ندخلكم في متاهة التفاعل وغيرها، ولكن فيما تراه العين نعود إلى النص لنرى هذه التكرارات. إذا جئنا إلى البيت الأول، يا شعب هامت به في مجده الهمم، جاءت إليه وفود النصر تزدحم. إذا سنجد بأن هناك موسيقى لا تظهر لا نراها وهو ما يسمى بالبحر دون أن ندخلكم فيه. المهم أن ندخلكم بأن هناك تفعيلات، هناك موسيقى موجودة نحن لا نراها، الشاعر يكتب على منوالها وعلى إرارها ويلتزم بها. إذن سنجد بأن في هذه الناحية نقول بأن تكرار نفس عدد حركة السواكن تقريبا حركة السواكن تماشيا مع أوزان وتفاعيل. هل أوزان والتفاعيل دون قد توقفتم عندها مثلا في السنة الماضية عندما درستم مثلا بحر الكامل وبحر الوافر إلى غير ذلك، هذا بحر آخر إن شئتم أن نقطعه باختصار سنقول يا تعرفون بأن كل حركة تمثل لها بحركة فتحة أو ضمة أو الكسرة، وكل مد أو سكون بساكن تسمى بالساكن، وإذا كان المد شدة فمسيدي يشار إليها ويرمز لها بسكون وحركة. يا شعب هامت به في مجده الهمم، نفس طريقة سن إذا رنا جاءت، إذا رنا هنا جاءت جاءت إليه وفود النصر تزدحم. المهم سنرى حركة سكون حركة سكون حركة سكون، مثلا حركة سكون حركة سكون مستفعل مستفعل، هذه تسمى تفعيلا، فاعل فاعل هذيك مشي معها مستفعل فاعل مستفعل فاعل، نفس الأمر هذه تشبه هذه وهذه تشبه. إذن نفس الطريقة إذا رنا إلى كذا ينيرو وغير ذلك أنجبرو حنا متفعل إذا رنا متفعل ينيرو درب العلا متفعل. إذن ما يهمنا هذه الأمور لا تظهر، ولذلك نريد أن نغرقكم فيها لأنكم لستم مطالبين بها. المهم أن تعرفوا بأن خلف هذا الشكل وخلف هذا المنظر إيقاع نحن لا نراه، ولكن الشاعر يلتزم به التزاما لأنه شعر
عموديا فلا بد أن يلتزم فيه. إذن هناك أوزان وهناك تفاعيل غير ظاهرة، ولذلك سميناها بموسيقى خارجية خارج النص. إذن هذه التفعيلات الموجودة، هذا مستفعل وفاعل، تحدث إيقاع، مصدره قلنا موسيقى خارجية، إذن فهي غير مرئية. كذلك نجد قافية، قافية هنا مطلقة. ما هي مطلقة؟ وأنه متحركة، متى تزدحمه في قمنا حركة، ها؟ مثلا كقصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ترقى رقيك الأنبياء، إذن ليس في آخرها سكون، إذا لم يكن في آخرها سكون، أن القافية تكون، القافية تكون إما مطلقة إذا كانت متحركة بعدها مد، أو مقيدة إذا كانت ساكنة، إذا مطلقة أو ساكنة، هذا لا يهمكم كثيرا ولسكم في تخصص الإيقاع الشعري أو في عروض الشعر. المهم هذه القافية ضروري أن نتوقف عندها، لماذا وما هي لكي نعرف ما هي هذه القافية. نريدكم أن تعرفوا فقط المصطلحات وقف القافية ثم الراوي باختصار. إذا جئنا إلى هذا ماذا سنرى؟ أين القافية؟ القافية تحدد بآخر ساكن في البيت حسب التقطيع الذي قمنا به إلى الساكن الذي يليه مع المتحرك الذي قبله وما بينهما من حركة، قد نجد حركة أو حركتان أو ثلاثة أو أربع حركات سنرى من آخر ساكن في البيت. إذن سنأتي إلى فهذا المثال، مثلا إن شئنا أن نكتب هنا تزدحم، ودائما مو قلنا مطلقة يعني دائما عندها ألف، سنرى أين القافية؟ تزدحم الواو، الواو يعني تعتبر ساكن مدا والمد ساكن. إذا ماذا وجدنا؟ هالساكن، هالساكن الذي يليه مع المتحرك الذي قبله، هذه هي القافية. إذا ما معنى هذه القافية؟ هي واحد الموسيقى، واحد الموسيقى قلنا هي موسيقى يكتب الشاعر على إيقاعها في نهاية الأبيات. فإذا مثلا كان بين الساكن والساكن ثلاث حركات فلا بد أن يلتزم بها في البيت، عفوا في كل الأبيات، القصيدة التي قلنا لكم كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء أنبياء، نجد بأن بنا ساكن والساكن حركة واحدة في كل القصيدة. إذا ذهبتم إلى قصيدة البوصيري كذلك القصيدة الأخرى اللي عنده في البوردة من تذكر جيران بدي سلام ما زلت دمعا جرى من مقلة بدامي، دائما ثلاث حركات التزم بها في القصيدة كلها. المهم يهمنا نحن هو هذا النص الذي بين أيدينا، أين تتمركز هذه الأمور؟ سنجد تزدحم الكرم أين هي؟ والكرم، إذا القافية تزدحم والكرم والظلم ينقسم ينتظم ألم ألم ساكن ثم حركة قبله، إذن وانتابهم ألمهم ألم. إذا القافية لا تتعلق بكلمة مستقلة ولا بجملة، فهي موسيقى، فهي إيقاع نحن لا نراه. هذه القافية كما تلاحظون، القافية من شروطها الأساسية هو تكرار هذا الحرف الذي يسمى بالراوي كما سنرى هنا. نعود إلى هذه العلامة المميزة، قلنا إذا القافية مطلقة كما لاحظتم بأن يمكن أن نقول هذا إلى الساكن الذي يليه، إلى الساكن الذي يليه، إذن تكرار ما يليه من آخر ساكن بيت إلى الساكن الذي يليه مع المتحرك الذي قبله. تزدحم والكرم، تزدحم والكرم، والظلم، إذن دائما ثلاث حركات، هالساكن ثلاث حركات، ثلاث حركات موجودة. إذن هذا نظام التزم به الشاعر، هذا إيقاع
هم إيقاع لأنه يحدث رنة في الأذن، والعرب كانت دائما تهتم بإيقاع النهاية. أنا إيقاع النهاية، إيقاع النهاية هو ما يقع خاء في آخر النص، إما قافية وإما راوي، تجدون بأن الاهتمام دائما يتمركز في نهاية البيت. لماذا؟ لأنه آخر ما يتبقى في أذن المستمع. والعرب تعرفون بأن أغلب ثقافتها هي ثقافة سمعية، حيث أن الشعر انتقل عبر السماع ولم يكن مدونا إلا في مرحلة التدوين بعد ذلك. إذا لعلكم عرفتم القافية، ننتقل إلى ظاهرة أخرى، وهي هذه الظاهرة التي نراها في البيت الأول، حيث ستجدون بأنه الميم المتكررة، الميم المتكررة هنا جاء الشاعر إلى مطلع القصيدة وكتبها. ومحتاج القافية نجدها هنا، مجد هل همامه تهدهده، هذا لهم ضروري، إلا أن بعض علماء يعني الإيقاع الشعري، علماء العروض، يعتبرون بأنه لابد أن تتغير هاته لتلائم هذه، هذا ليس مشكلا. المهم أنتم عليكم أن تلاحظوا بأنه مثلا غاف الحرف، بأن الراوي الذي يكون في نهاية القصيدة في البيت الأول يأتي الشاعر ويعيده ويكرره ولا يتكرر في الأبيات الأخرى، إلا يعني في حال مثلا أبوتي من هرم لم يتكرر، لأن هذا مو وهذا ساكن. إذن ستلاحظون بأن هذه نهاية القصيدة، البيت الأول بهذه الطريقة، فتذهب القصيدة بهذه الطريقة. أيضاً هذه الظاهرة تسمى تصريح. إذن التصريح هو التصرف في مطلع القصيدة، نهاية الشطر الأول تشبه نهاية الشطر الثاني. إذا نعود إلى هذه الظاهرة، هذه الظاهرة تسمى بالتصريع. هناك إيقاع يعني نراه، ولذلك هناك من يدخله في الإيقاع هذا، ثم الراوي يدخله في الإيقاع الخارجي. نحن لكي تعرفوا بأن الإيقاع الداخلي هو ما أنتجته القصيدة وما نراه في هذه القصيدة، فاختيار الأصوات اختيار داخل القصيدة، وإن كان مفروض فهو خارج، مفروض على الشاعر قبل أن يكتب في الشعر العمودي، لأنه اختاره الراوي. ما هو الراوي؟ هو الصوت الذي قلنا يتكرر في نهاية كل بيت، وهو هنا في هذه القصيدة حرف الميم، إلا أن هذه الميم سنجدها مطلقة متحركة، مطلقة فوقها مو ممتدة، تزدحم كرم ظلم إلى غير ذلك. يسمى هذا، حتى لا تأخر عليكم، يسمى هذا بالراوي وليس الراوي، حتى لا يختلط عليكم بكلمة الراوي الذي يحكي ويروي. أما الراوي فهو مصطلح موسيقي، مصطلح يدخل ضمن موسيقى الشعر. ننتقل الآن في التحليل إلى الصور الفنية. الصور الفنية، ما يميز الشعر، ما يميز الشعر عن غيره؟ هناك تعريفات عدة، أنا أريدكم فقط أن تنتبهوا إلى مسألة. ما يميز الشعر هو الإيقاع، يعني أن الشعر كلام، وهذا الكلام ليس كلاما عاديا، ليس نثريا، مفهوم؟ ليس كأن تكتب قصة أو أن تكتب مقالة. إذا كتبت شعرا فلا بد من إيقاع، كما سنرى في الشعر العمودي. تلاحظون بأن الإيقاع كان فيه إيقاع البيت، هو مجموعة من التفاعيل تتكرر كي تسمى البحر وغير ذلك، ولاحظنا مجموعة من الأمور كالراوي وغيرها. وقد نجد في الشعر الحديث حتى أنه إن لم تكن هذه التكرارات الخفية، تكرارات أخرى ظاهرة قد نجدها أسلوبية أو غيرها. المهم لا بد في الشعر الإيقاع. ثانيا الصورة، لأن الشعر تصوير، وهذا التصوير هو يعني مقابلة مجموعة
من المفردات ومن الصور ومن غيرها ومن الحالات فتسمى صورة. إذن الشاعر لابد أن نجد في شعره تصويرا وحتى يتميز الشعر عن غيره، لأن الشعر كلام غير عادي، والصورة هي التي تخرج بنا، تخرج باللغة من المباشرة إلى الانزياح، أي كما قلنا في نص في درس الاستعارة، الانتقال من المعنى المباشر إلى معنى المعنى، من المعنى الظاهري إلى المعنى الخفي، من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. ما هي الصور الموجودة في النص؟ نحن انطلاقا مما قرأناه في درس الاستعارة سنجعلكم مرتبطين بالدرسين لتلاحظوا التشبيه كوسيلة في التصوير، والاستعارة كذلك كوسيلة في التصوير، أي أن التصوير الصور الفنية في هذا النص تقوم على التشبيهات وعلى الاستعارة. الصور الفنية يمكن أن نسميها بالبلاغية، الصور انطلاقا من التشبيه والاستعارة البيانية. إذا وجدتم هذه المصطلحات فاعتبروها بأنها يعني مصطلحا متقاربة، أو اعتبروها حتى مصطلحا واحدا أو مترادفات. إذن ما هي هاته التشبيهات وما هي هاته الاستعارات الموجودة في النص؟ وهل يتوقف التصوير في النص على هاته الصور فقط، أم يتعداه إلى أساليب وأنواع وأشكال أخرى من التصوير؟ أولاً نجد بأنه النص إذا عدنا إليه ستجدون بأن أسلوبه كثير، في أسلوبه كثير من التقريرية، شعب هامت بمجده الإمام، وجملة تقريرية إذا أردنا إلى غير ذلك يوسك النبلو جمل تقريرية، ولكن داخل هذه الجمل التقريرية نجد أسلوبا مختلفا سميناه بالصور الفنية. مثلا البيت الثاني، رانا نحو آمال تهدهده، رانا تطلع رأى بعيد الرنا تطلع إلى غير ذلك، نحو آمال، هذه الآمال تهدهده، كأنه أم تربت عليه، آمال تهدهده. في البيت الثالث سنزيد تكتيفا لهذه الصور سنرى. البيت الثاني، آمال تهدهده، ينير ضرب العلا، إن لفه غلس وحاولت طمسه الأوهام والظلم. إذن وجدنا هنا هذه صورة مركبة، إذن هذه صورة مفردة، وهذا صورة في صورة في صورة، يعني مشهد من الصور، مشهد يتكون من صور مختلفة. إذن ينير ضرب العلا، سنأتي لدراسة هاته الصور. ماذا سنرى؟ هذا سنرى، سنرى مثلا ينير ضرب العلا، حاولت طمسه الأوهام، ينير ضرب العلا، يلا ينير ضرب العلا، هذا التشبيه يشبه الشعب بماذا يشبهه؟ ينير هذا الشعب ضرب العلا، إذن كأن الشعب ماذا؟ كأنه مصباح، كأنه شمعة، كأنه هنا سنرى الذي ينير الدروب، هل الشمعة أم غيرها؟ سنجد بأن هناك تشبيه هذا الشعب بالقمر، تشبيه الشعب بالقمر على سبيل الاستعارة المكنية. ما معنى الاستعارة المكنية؟ رأيناها في درس الاستعارة، الاستعارة المكنية التي يحذف فيها المشبه به. ينير الشعب ينير ضرب العلا، من ينير هو القمر، والقمر محذوف مشبه، يعني المستعار منه الذي جئنا بالإنارة منه، يعني استعرنا منه هذه الصفة، صفة الإنارة غير موجود، إذن فهي استعارة مكنية. لفه غلس، الغلس هو آخر الليل قبيل الصبح، يعني قبل أن يتفتق الصبح، إذن هذا الليل كأنه ملفوف، كأنه مغطى، إذن تشبه ظلمة الليل، الغلس هي ظلمة آخر الليل، كأنه ياك آخر الليل، لفه غلس، كأن الغلس غطاء أو عجب يألفه. جيد، إذن ماذا هناك ذلك؟ هناك
استعارة. ننتقل إلى الصورة بأن الصورة في هذا الشطر مركبة من واحدة حاضرة وأخرى متخيلة. إذن كيف نحصل على الصورة؟ مثلا ينير ضرب العلو، القمر ينير الدروب، هذه صورة، هذه حاضرة أمامنا. مزيان. الشعب ماذا يفعل؟ الشعب يفتح طريقا للأمل حتى يصل إلى مبتغاه. إذن هناك الحاضر وهناك الغائب، يعني أنه لا نعني بأنه هذا الشعب ينير وهو شمعة، لا نعني بالإنارة مدلولها المباشر، ولكن لا بد من تخيل، لا بد أن تتخيل شيئا آخر لتحصل على الصورة. إذن سنقول بأن الصورة مركبة من واحدة حاضرة أخرى متخيلة، فالشعب يزيح الموانع لبلوغ العلا. هذه الصورة. كما القمر، صورة ثانية، القمر يزيح الظلمة لإنارة الدروب. إذن يسمى هنا هذه تشبه صورة بصورة، الأولى حاضرة والثانية غائبة. إذن في هذه ينير ضرب العلا سنجد الشعب يزيح الموانع لبلوغ العلا والأهداف السامية. والقمر ماذا يفعل؟ يزيح الظلمة، لفه غلس، يزيح الظلمة لإنارة الدروب. جيد، ما هي وظيفة هذه الصورة أو هذه الصور؟ تعرفون بأن هذا الكلام غير عادي، فهل أضاف معنى جديدا؟ طبعا أضاف معنى جديدا. من أجل ماذا؟ من أجل البيان. إذن سنرى بأن هذه الصور هل أضافت كذلك شيئا في التعبير يختلف عما سبق، بحيث أن الكاتب أو عفوا بأن القارئ أو المتلقي قد يجد في هذا الأسلوب يعني تميزا قد يعجبه. إذن إذا أعجبه سنقول بأن لهذا التعبير بالصورة وظيفة جمالية، فهي تضفي على النص مسحة جمالية، وهي خاصية من خصائص الإبداع. إذن سنقول اعتبارا لخصوصية النص الإبداعي، نحن لسنا أمام نص حجاج، النص الحجاجي إذا أكثرت فيه من صور قد يعني تذهب بذهن المتلقي إلى جمل، إلى معاني افتراضية يفترضها متخيلة يتخيلها. أما النص الإبداعي فهو أصلا أساسه التصوير وأساسه التخيل، كما قلنا يعتمد على الإيقاع ويعتمد على الصورة. إذن هذه من مميزات النص الإبداعي وليس من مميزات النص الحجاجي. إذن تقوم بالوظيفة الجمالية. إذا كان نص الحجاجي يتوخى بالدرجة الأولى الإقناع، فإن النص الإبداعي يتوخى بالضرورة الإمتاع، إمتاع المتلقي. طبعا له هدف ورسالة سنراه، فليس هو كما سنرى في هذا النص بأنه ليس إمتاعيا فقط، ولكن هذا النص له أبعاد وله رسالة يريد أن يوصلها. إذن هذا الإمتاع هو أنه يمتعنا بصور مختلفة تجعلنا نحس بأننا أمام نص فيه الجمال. إذن عندنا هذه الوظيفة الجمالية تظهر من خلال العناية باللغة وبتوظيفها توظيفا متميزا بالأسلوب. هذا الأسلوب يعتمد على التخيل. إذن انتقال من المباشرة إلى الانزياح، إلى التخييل. أينما وجدت نفسك أو وجدت ذهنك يبحث عن ما هو المعنى المقصود، فاعرف بأنك أمام صورة. وبما أن الصورة بيانية هنا، لأن تشبيه الاستعارة من بيانيا يعني موضحا، ينتمي يعني إلى أحد فروع البلاغة وهو علم البيان. إذن فيها تشبيهات واستعارة على شكل استعارات، فإنها تبين المعنى كذلك أكثر حين تمثل الفكرة صورة تجعلها ترسخ في ذهن المتلقي، بمعنى الوظيفة لها وظيفة توضيحية وبيانية كذلك. ننتقل إلى الوصف. قلنا بأن النص فيه تصوير، التصوير بالصورة أو التصوير بالوصف.
هذا الوصف، هذا الوصف في النص اتخذ مظاهر لغوية مختلفة. تعرفون بأن الحال ظاهرة لغوية والنعت كذلك ظاهرة لغوية. إضافة إلى الصور الفنية البلاغية البيانية، إضافة إلى الصور اعتمد الكاتب وصفا بماذا؟ بالنعت، ووصفا بالحال. إذن فهو يصف بالنعت ويصف بالحال، سنرى ذلك، وصف بالنعت ووصف بالحال. إذن يعتمد الوصف. سنجد في النص الحال مفردا، جد مبتهجا، جد يا شعب، يا شعب جد، كيف ستجد وأنت مبتهج، حالتك مبتهج، هذا تسمى هذا الحال مفرد. هنا جاء الحال مفردا. سنجد مثلا، سنمسح هذه الظواهر لنقف على النعوت ولنقف على الأحوال. إذا شئنا سنسطرها هنا لنرى، يا شعب هامت مجد الهموم جاءت إليه وفود، جاءت وفود النصر، كيف جاءت؟ تزدحم. إذا رأنا نحو آمال تهدهده، هذا الآمال ماذا تفعل به؟ تهدهده. ينير ضرب العلا إلا فهو غلس، وحاولت طمسه الأوهام والظلم. سنجد إذا دعوا التحرير عائل لبى يداه ليس ينقسم، سل المسيرة شهد، وهل كان في زحفها ليس ينتظم. سنصل إلى هم ألم، الحق رائد العدل جدا ولذلك تنطوي في زحفها علم، ومن شدة الشهداء الأرض قد عبقت والخلد يهتز. ها وصف، سنرى ما هو هذا الوصف. يهتز إجلالا، هذا مفعول مطلق لأن هذا مصدر. قد خلفوا زهرات من ودائعهم كانت لهم، أن تزو بهن يا شعب جد بالذي يرضيك، مبتهجا، جد مبتهجا على اليتامى لأن ضر مسهم. آباؤهم قدموا أرواحهم كرما فأصبح الشعب طرا لهم. قد صنت الوحدة الكبرى أوة فصنبوا وتهلكت النعم، تعلمون الشعب غلتي لن يسقط الشعب دامت بقية أمور أخرى. يا شعب هامته إذا رانا لها تهدد، يهزك ينير ضرب العرى، حاولت طمسه إذا دعا للتحرير عائل لبى يداه، لبى نداه بصف ليس ينقسم. سل المسيرة والتاريخ شهد، سنأتي وسنعود إلى هاته الأوصاف. الجملة الأولى، جاءت إليه وفود النصر تزدحم، تزدحم وفود النصر، وفود النصر هذا معرفة. هناك قاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفة، يعني أحوال. إذا كانت الجملة تصف اسما معرفا فهي حال، وإذا كان الاسم نكرة فهو نعت. ها هذه جملة نعتية، نعت تزدحم حال بصف، صف هذا قلنا نكرة، إذن هذه الجملة نعت، نعت. وهكذا سنجد يا شعب يرضيك مبتهجا، هذا وصف، هذا نعت، عفوا حال مفرد، هذه كلمة وليست جملة. وجدنا الخلد يهتز، هذا خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي زاهدة. وتعرفون بأن الخبر بدوره صفة. سنرى هذه الأمور في الملخص، في الملخص التالي. إذن سنجد الحال المفرد، سنجد الحال الجملة، والحال جاء مفردا كما، وسنجد الوصف بالنعت، هذا الوصف بالنعت أغلبه جمل، تهدهده صف ليس ينقسم، أملا تزهو به النعم، أملا هذا نكرة، هذا الاسم نكرة، جاء موصوفا، إذن هذا نعت، جملة نعتية. لدينا الوحدة الكبرى، هذا كذلك نعت، الوحدة الكبرى جاءت في نهاية القصيدة. فقد صانت الوحدة الكبرى، الوحدة الكبرى هذا نعت مفرد، نعت مفرد. إذن وجدنا هذه الأمور، سنصل إلى الملاحظة التالية. سنجد بأن غلبة الوصف بالجمل الفعلية،
كثير من الجمل الفعلية تزدحمه يضطرمه يعني ينقسمه إلى غير ذلك يهتزه. إذن أغلب الوصف وإن كان بالنعت أو بالحال جمل فعلية فعلها مضارع. هذه الجمل الفعلية أضفت على النص حركية، مجبرومة تزدحم يضطرم تزه يهتز، بمعنى أن النص تحرك عبر هاته الجمل. هذه الأفعال هذه الحركية الفعلية الموجودة هنا عبر هذه الجمل الفعلية إذا انضافت إلى الوصف بالأحاسيس والمشاعر سنجد يهتز مبتهجا إلى غير ذلك، سنجد هذا تعبير عن إحساس. إذا هناك الوصف للتعبير عن الإحساس يعني وصف العاطفة وصف الأحاسيس. إذا جمعنا حركية الأفعال مع الأحاسيس ارتباط الوصف بالأحاسيس ماذا سنجد؟ سنجد بأن هذا الوصف يؤدي وظيفة انفعالية فيجعل المتلقي ينفعل لتحريك مشاعره. لماذا؟ قصد التعاطف مع القضية موضوع النص وهي التكافل والتكافل والتضامن وغيره عنوانها عنوان القضية. إذا جمعنا كل هذا الذي نراه في هذه الصفحة، الوصف بالحال وبالنعت واستعمال يعني وصف بالخبر، ماذا سنجد؟ سنجد بأن هذا تصوير في النص، يمكن أن نسميه بالتصوير. التصوير، فوجدنا بأن التصوير إما بصور ومشاهد، هناك صور وهناك مشاهد، وأما بأحوال ونعوت يعني بصفات ونعوت. إذن سنجد بأنه يمكن القول ينضاف إلى الوصف بالجمل التي رأيناها إلى ما تقدم، هذا الوصف ينضاف إلى ما تقدم من الصور الفنية البلاغية التي رأيناها في الصفحة الموجودة قبل هذه الصفحة، الصور الفنية. إذن لدينا الوصف بالجمل ولدينا الصور الفنية البلاغية التي مرت بنا. سنرى بأن كل هذا ماذا يفعل؟ إذا لدينا الوصف بالجمل ولدينا الصور الفنية، ماذا تفعل هذا؟ يوسع كل هذا، يوسع مساحة التصوير في النص. أيننا نجد أنفسنا أمام نص إبداعي شعري كثرت فيه الأوصاف، بمعنى يتميز بالتصوير وهي يعني ميزة تميز النص الشعري عن غيره. هذا التصوير يعطي للنص ولهذا النص قيمة أدبية وقيمة إبداعية وجمالية. إذن فهو له قيمة أدبية بمعنى إنه كتابة أدبية إبداعية لها وظيفة جمالية. ننتقل إلى أسلوب آخر، إلى أساليب الآن إنشاء الطلب. إذا تأملتم جيدا النصوص السابقة كنا نبحث عن أساليب طلبية فلا نجدها في النصوص الحجاجية، ولكن في هذا النص سنجد الإنشاء الطلبي. الإنشاء الطلبي كما درستم أربعة أنواع، أمر وكان مجموعا معها النهي، أمر ونهي. إذا الأمر أسلوب والنهي أسلوب. وجدتم استفهام ووجدتم عنوانا آخر، تمني، ووجدنا النداء لم يكن مقررا، ليس مقررا، ولكن وجدناه في هذا
النص. إذا رجعتم هذه الأساليب التي رأيناها في الدورة الأولى، أساليب الإنشاء الطلبي الموجودة في النص هي أن أسلوب النداء. في الأساليب أساليب الإنشاء الطلبي رأينا بأن هناك الدلالة المباشرة للإنشاء، يعني الدلالة الحقيقية، متى يكون الأمر أمرا حقيقيا ومتى يكون الاستفهام حقيقيا إلى غير، ومتى يخرج عن المعنى الحقيقي إلى المعاني المجازية. يعني نحن الآن انتقلنا من علم البيان تشبيه الاستعارات إلى المعاني، إلى دراسة المعاني. وما هي هذه المعاني؟ هذه المعاني يمكن أن نقول بأننا نبحث عن المعاني المجازية، يعني المعاني المجازية، لأن النص إبداعي لا يقدم المعنى هينا ولا مباشرا، ولكن يتوسط ويتوسل بأساليب من أجل دائما أن يترك المتلقي يعني في وظيفة وفي هيئة وفي استعداد تخيلي حتى يشغل مداركه الأساسية التي وهب الله إياها. النداء في النص سنجد مثلا، إذا عدنا إلى النص سنجد يا شعب يا شعب يا شعب هامت كذا في التاريخ، ويا شعب جد، هذا نداء، هذا نداء. إذن ستلاحظون بأنه هذا النداء مقصود به التعظيم. في الجملة الأولى يا شعب جد بالذي يرضيك، ستلاحظون بأن هذا النداء قد يشترك مع الأساليب الأخرى، مع خاصة أسلوب الاستفهام في بيان العظمة. إذا شئتم أن تتأكدوا يا شعب ما له هامت في مجده الهمم جاءت كذا، هذه الجملة هي التي تقول لنا بأن المقصود بالنداء هنا هو التعظيم، هو التعظيم. يا شعب ثانية بعدها جملة الأمر، وهو الذي سنراه هنا، سنرى جملة الأمر. هذه جملة الأمر، هذا الأمر وجدنا بأنه أبرز أسلوب إنشائي، حيث وجدناه في ثلاثة أبيات، البيت الخامس والبيت الحادي عشر والبيت الثالث عشر. نعود إلى هذه الأبيات، سنجد بعد أن نمسح إذن أين أسلوب الأمر؟ أسلوب الأمر سنجد بيت الخامس، قلنا سل المسيرة، سل هي اسأل، اسأل في الأمر، سأل أو سل. للشاعر أحمد شوقي لما كان مغتربا في الأندلس كتب قصيدة قال فيها وسلا في المثنى، سلا أنتما وسلا مصر، هل سلا القلب عنها أم أسى جرحه الزمان المؤسي. هنا الشاعر يعني اعتمد أسلوبا من أساليب معروفة في الشعر العربي القديم، وهو استعمال الأمر لمخاطبة الشيء كما فعل امرؤ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي إلى غير ذلك. إذن الأمر عندنا هنا سل، إذا لم يكن واضحا سنغير هذا اللون، سل المسيرة والتاريخ شاهدوها، البيت الحادي عشر يا شعب جود بالذي يرضيك، سل المسيرة، بيت 13 قد صنت أبوتهم فصن بنوتها إلى غير ذلك. هذه هي الجمل، وهي أكثر حضورا، جمل الأمر أكثر حضورا من الأساليب الأخرى. فنجد مثلا سل المسيرة هنا غرض التعظيم، سل المسيرة يخبرك التاريخ بكذا وكذا وأمجادنا وعظمتنا. جد بالذي يرضيك هنا التماس، لأنها دعوة إلى التضامن، فهو يحدث أناسا في مرتبته ومكانته. صن بنوتها، سنجد ماذا سيقع لك إذا صنت بنوتها، ماذا سيقع لك، ستسكت النعم. هنا يغريه ويحبه، سنجد
التحبيب والإغراء، أسلوب آخر من الأساليب البينة في النص هو أسلوب الاستفهام. إذن من الأساليب التي درستموها كذلك، إلا أن الاستفهام هنا لا يخرج عن معناه الحق. سنجد هل كان في زحفها من ليس ينتظم. إذا أردنا أن نجيب، إلا أن الشاعر أجاب، هل كان في المسيرة في زحف المسيرة من لم ينتظم؟ انتظم جميع الناس، إذن لم يكن، ما كان. إذن هذه أداة الاستفهام يمكن تعويضها بأداة النفي ما، وهنا يمكن أن نقول بأن للنفي عفوا للاستفهام دلالة النفي. لكن الشاعر عندما وظف هذا الاستفهام هنا جاء في البيت الذي يليه وقال الجواب في البيت السابع الموالي، ننتقل إلى هذا البيت السابع، يعني سري المسيرة. البيت الخامس الجواب كلا، سري المسيرة والتاريخ الشاهد، هل كان الاستفهام هل كان كذا، كلا فما المغرب الأقصى سوى رجل. إذن لم يكن هناك من لم ينتظف، هذه الدلالة التي يؤديها الاستفهام هنا، تتراوح بين الإنشاء تتراوح بين الإنشاء وبين الخبر. إذن الأساليب البارزة جدا هو أسلوب الأمر، وأسلوب الأمر هنا جاء مناسبا لطبيعة القصيدة ولهدفها، حيث أن النص دعوة إلى التضامن. ما هي الوظيفة التي أدتها هذه الأساليب؟ إذا تأملنا أساليب الأمر خاصة، قلنا هي البارزة في النص. إذا تأملنا أساليب الأمر سنجدها بأنها تعبر عن أحاسيس مضطرمة لدى الشاعر، مضطرمة في نفسية الشاعر، ولذلك فهي تربط بينه وبين المتلقي علاقة. هذه العلاقة هي علاقة عاطفية وحميمية قصد إثارة انفعالته حتى يساهم في ما يدعو إليه الكاتب. إذن كان غرضها هو التأثير في نفسية المتلقي قصد ماذا؟ قصد الإقبال والتبرع لفائدة أبناء الشهداء. ننتقل بعد هذه الأساليب إلى الشرط، وقد يعني قد يختلط عليكم، ستجدون سؤالاً في الكتاب يتحدث عن استعمال الشرط في هذا النص. هذا الشرط في هذا النص تعرفون بأنه لا يمكن أن يكون أسلوباً يعني إنشائياً على اعتبار الجمل الموجودة فيه. يمكن أن نقول لكم بأن الشرط قد يكون أحياناً أسلوبا إنشائيا، فقد يقوم مقام الأمر. مثلا إذا وقف خطيب يوم الجمعة أو قال أبو لابنه إن تضامنتم نلتم ثواب الله، بمعنى كأنه يقول لهم تضامنوا لتنالوا ثواب ورضا الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا النص لدينا جملتان شرطيتان، إذا دعاه إلى التحرير عاهله لبى، إذا الفداء دعاه هبى. جيد، إذا أردنا أن ندرس هذا سنجد بأن هذا هو تقرير وخبر، وأن هذه إذا دلت على الزمن فيمكن أن نعوضها، يمكن أن نعوضها بأداة كلما، يعني يمكن أن نقول كلما، أي في كل وقت دعاه هائله لبى، أو قد نقول كلما الفداء دعاه هبى. إذن هنا سيكون هذا الشرط رابطاً وعلاقة سبب بمسبب، إذن سيبتعد هنا عن هذه الأساليب الإنشائية. بهذا نكون قد انتقلنا من الأساليب إلى التواصل، سنقدمه لكم مختصراً جداً على اعتبار أن كل كتابة فهي رسالة وكل حديث فهو رسالة، وهذا يرتبط بدروس لكم في المقرر، خاصة بدروس المجزء الأولى الخاصة بالتواصل وبدرس الإنشاء في دراسة الصورة. إذن نعتبر النص الشعري هو رسالة موجهة من شاعر إلى
هنا موجهين إلى قراء، هذه القراء إذا قرأوها سنجد بأنها موجهة خاصة إلى الشاعر. المهم المرسل سيكون هنا هو الشاعر، الشاعر يعتبر نفسه حامل رسالة اجتماعية، فالشاعر هنا لا يعبر عن ذاته، ستلاحظون، وعن أحاسيسه وشعوره الخالصة، ولكن هذا الشعور إزاء قضية اجتماعية ووطنية. إذن سنقول بأن الشاعر هنا حامل لرسالة اجتماعية. وتذكروا هنا النص الماضي حول الإبداع الذي انقسم تلك الآراء حوله إلى الموقف النفسي والموقف الاجتماعي. إذن انطلاقا من هنا نرى بأن المرسل صاحب رسالة. ما مضمون هذه الرسالة؟ هذا هو مضمونها، الرسالة مضمونها هو ترسيخ قيم التضامن، وهذه قيم التضامن لها فوائد مختلفة، إنقاذ وصيانة فئة من المجتمع وهم هنا بالدرجة الأولى أبناء الشهداء، اعتراف بفضل أبائهم، بفضل الشهداء الذين صانوا وحدة الوطن، كذلك أن القيم تعمل على التحام أبناء الوطن الواحد حتى لا تجعله وطنا منقسما الوطن. ثم إنه كذلك يرفع من قيمة المجتمع وهو مصدر عزته هذا الشعب. ثم كذلك تعمل على إذكاء الروح الوطنية أيضا. إلى من يتوجه الشاعر هنا بهذا النص؟ سنجد يا شعب يا كذا. إذن الشاعر يتوجه إلى الشعب المغربي قاطبة. هذا الشعب المغربي فهو شعب ذو تاريخ بطولي، ولكن هذا التاريخ سيتعزز إذا سلك سلوك التضامن وهو سلوك إنساني. إذن سيتعزز بسلوك بقيمة إنسانية. الخلاصة التي يمكن أن نصل إليها عبر هذه الرسالة هو أن الشعر تعبير عن وجدان الأمة. إذن تعبير يعني فردي، ولكن يعبر عن آمال وطموحات ورغبات الأمة الشعب، لا عن ذاتية صاحبه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى أن الشعر رسالة اجتماعية وطنية. بعد هذا التواصل سنصل إلى التركيب والتقويم. سنقترح عليكم في هذا التركيب والتقويم عناوين أنتم ستجمعونها في فقرة أو في فقرتين. يمكن أن تكتبوا فقرة خاصة بالتركيب وفقرة خاصة بالتقويم. ما هي عناصرها؟ ننتظر منكم أن تكتبوا ذلك وترسلوها. بالنسبة للتركيب، دائما غالبا السؤال السابع في الامتحانات الجهوية هو سؤال التركيب والتقويم، ويعني يأخذ من النقط نصيبا حيث تصل نقطه إلى 3 نقاط يطلب منك أو منك فيها أن تتحدثي في قضية النص، وأن تجمعي عناصر التحليل، يعني خلاصة. نطلب منك ومنك ومن كل ومنكم جميعا كتابة خلاصة. إذن اكتبي خلاصة تركز فيها أو تركزين فيها ما يلي: 1. قضية النص في سياق القيم الإنسانية، يعني لابد من الحديث عن التضامن كقيمة إنسانية. 2. تجميع عناصر التحليل. هذه عناصر التحليل رأينا فيها اللغة والتصوير، ورأينا الإيقاع والرسالة التواصلية إلى غير ذلك. هذه الأمور باختصار سيتم تجميعها. ثم بعد ذلك يمكن أن تعود إلى أول السطر لتضيف إلى هذا ما يلي: أضيف إلى التركيب موقفك من رسالة الشاعر، يعني ما يدعو إليه الشاعر من هذه الرسالة الاجتماعية الوطنية التي يدعو إليها. ثم ستقول رأيك في طريقة الكتابة. نقترح عليكم عنصرا بإمكانكم أن تركزوا حول الجواب حول يعني سؤال واحد، ولديكن اختيار في ماذا هذا الاختيار؟ أن تجمعوا بعد ذلك إن شئتم بعد كتابة العناصر أن تجمعوا ذلك في خلاصة تركيبية
تركيبية تتضمن ما يلي: قضية النص، لغته وبناؤه وأساليبه، ثم في النهاية رأي وموقف شخصي أو شخصي رأي أو موقف شخصي. بهذا نكون قد جمعنا التركيبة والتحليل. نتمنى أن تتمكنوا من صياغتها صياغة مركزة تراعي متطلبات الكتابة من ترقيم وغيره. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.